النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. منصة أبواب التعليمية المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية، والتي تشير إلى أن هناك كميات كبيرة من السحب والغيوم غطت الأجواء في شمال ووسط المملكة، ولكن تحركت هذه السحب في ساعات المساء مبتعدة عن المملكة تماما، وتحولت الأجواء تصبح صافية في أغلب المناطق. خرائط توقعات درجات الحرارة القريبة من سطح الأرض تشير لنا باللون الأخضر، هذه هي حدود الكتلة الهوائية الباردة التي سيطرت على المنطقة بما فيها المملكة خلال اليومين الماضيين، بما فيها نهار هذا اليوم. وتشير ذات الخرائط ذات المحاكاة الحاسوبية إلى هنا اعتبارا من يوم غد يتوقع أن تنسحب هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو الشمال، مبتعدة عن المنطقة بشكل تدريجي، حتى نلاحظ يوم الثلاثاء انسحابها أكثر نحو الشمال وتقدم لهواء ساخن قادم من عدة اتجاهات من المناطق الجنوبية باتجاه المملكة، وحتى يتقدم ذلك أكثر يوم الأربعاء كما نلاحظ بمشيئة الله تعالى، وذلك ناتج عن اقتراب منخفض جوي من الأراضي المصرية في طبقات الجو العليا. هذا الارتفاع لدرجات الحرارة هو سببه مرة أخرى امتداد لمنخفض البحر الأحمر الذي يجلب رياحا جنوبية شرقية تعمل على زيادة وارتفاع في درجات الحرارة، ولكن يتصادف هذا المنخفض الجوي منخفض البحر الأحمر مع مرور هواء بارد في طبقات الجو العليا والمتوسطة اعتبارا من يوم الخميس، الأمر الذي سيعمل على استقرار الأجواء أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ولكن اعتبارا من يوم الخميس يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يبدأ تأثر المملكة بمشيئة الله بحالة وأحوال جوية غير مستقرة يومي الخميس والجمعة، ناتجة عن هذا الالتقاء ما بين منخفض البحر الأحمر وما بين الكتلة الهوائية الباردة في طبقات الجو العليا، وبالتالي ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية في أجزاء عدة من مناطق بلاد الشام بما فيها المملكة. بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة، في العاصمة عمان درجة الحرارة تسجل 7 درجات مئوية مع أجواء غالبا صافية في أغلب المناطق وباردة بشكل عام. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة على النحو التالي: 14 إلى 9 يوم الاثنين، 15 إلى 8 يوم الثلاثاء، وارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الأربعاء تسجل 16 درجة مئوية في ساعات النهار و10 درجات مئوية في ساعات الليل، وتبدأ أحوال جوية غير مستقرة بالتأثير على المملكة اعتبارا من يوم الخميس. نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين والصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء. سنبدأ هذه الجولة من المناطق الشمالية، تحديدا من محافظة إربد 17 10، عجلون 15 12، جرش 16 13، المفرق 16 إلى 10 درجات مئوية. في العاصمة 14 9، السلط 16 12، مأدبة 17 9، البحر الميت 27 16، وفي الزرقاء من 17 إلى 10 درجات مئوية. جنوبا في الكرك 18 10، الطفيلة 18 12، معان 18 7، الشراء 15 10، وفي العقبة تصل إلى 30 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى ليلا 19 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشة 19 8، صفاوي 19 6، وفي الأزرق من 19 إلى 9 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى لحظة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.